السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. نشرة المساء من حلب اليوم. كثفت طائرات النظام وروسيا اليوم الأربعاء غاراتها على أحياء حلب الخارجة عن سيطرة النظام، ما أوقع ضحايا وجرحى مدنيون. وأفاد مدير مكتب حلب اليوم في حلب بنجاة طاقم مراسلي القناة عقب سقوط 3 براميل متفجرة على مقربة منهم عند دوار باب النيرب. عبي هدينا ورود وهي من وروده هاد البوتين والمجوس وأوباما ما انزعج شوي أوباما لنفهم إذا انزعج إلا ما انزعج لن انزعج فان كيمون قلق قلق على ماذا؟ على قتلنا؟ وأنتم يا عرب قلقين على قتلنا؟ على ماذا لنفهم؟ ومنقول للشباب اللي طلع لبرا الشام تلفز خبثها لو كان فيكم خير بركته في هالبلد. بدنا نوجه رساله لكل الدول العربيه المتغازله عن نصرتنا، ولكل شيء بيقول انا مسلم متغازل عن نصرتنا، ولكل انسان شريف ترك هالبلد وراح برك برا ويشوف هالدمار اللي عم بيصير وهالقتل، اطفال نساء شيوخ كلها عم تموت تحت الدمار ومن لا شيء، لا في هون مقرات، لا في هون جيش حر، لا في حدا لا في حد تاني، على ايش عم يضرب ناس؟ كلهم مدنية كلهم مدنية كلهم من فقرهم أكثر ما عندهم يطلعوا برات الحارة هاي. في عنا شهداء طلعنا 4 5 ولسه في تحت الأنقاض كمان. يعني تحت الأنقاض في 5 كمان، هي 10 شهداء بضربة، ضربة أونيك راحوا فيها 2 3 كلهم شهداء. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من حلب مدير مكتب حلب اليوم في حلب مصطفى عبد الله. أهلا بك مصطفى. قصف عنيف شهدته حلب اليوم الأربعاء، ماذا لديك من تفاصيل؟ أهلا بك أخي أحمد. أخي أحمد، فعلا كما قلت استأنف الطيران الروسي والطيران النظام قصفه العنيف على أحياء مدينة حلب المحررة لليوم الخامس على التوالي. قصف كل من كرم الطراب وبعيدين وأصيب فيها عدد أشخاص. أيضا قام بقصف 3 براميل متفجرة على منطقة المرجة في حي باب النيرب، ما أدى إلى استشهاد 4 شهداء وإصابة عدد كبير من الجرحى، وما زال هناك عالقون تحت الأنقاض. وكان هناك فريق حلب اليوم يقوم بالتلقيط البراميل الأول، عندما سقط بقية البراميل ما أدى إلى إصابة أحدهم بأضرار جسدية وهو الحمد لله بخير وسلامة. أيضا هناك قصف على كل من أحياء الحيدرية وبني زيد والخالدية بغارات روسية ونظامية. استهدف أيضا منطقة الراشدين الجنوبية ب3 براميل متفجرة، واستهدف أيضا كما قلت كرم الطراب وبعيدين، فيما سقط صاروخ فيل على منطقة الأنصار الشرقي في جسر الحج، وأيضا هناك قذائف هاون ومدفعية سقطت على حي الأنصاري. طيب مصطفى، هناك اتهامات لبعض الفصائل في بني زيد بقصف مناطق سيطرة النظام حلب الغربية وتسببت بسقوط ضحايا، ما مدى دقة هذه الاتهامات؟ أخي أحمد، هذا الخبر منفي جملة وتفصيلا لأسباب عديدة. أولها أن الثوار امتلكوا أسلحة متطورة ولم يعودوا يستخدموا الأسلحة الغبية، وهم يستهدفون الأماكن والسكنات العسكرية والأمنية فقط كمطار النيرب وكتيبة المدفعية وغيرها، وأيضا سكنات الشيخ سعيد. وهناك توثيق لدينا، هناك توثيق لدينا مصور لاستهدافهم لهذه الأماكن. أيضا هم يستهدفون هذه الأماكن بعد أن وجهوا نداء إلى المدنيين بضرورة الابتعاد عن هذه السكنات وعن الحواجز التابعة للنظام قدر الإمكان، وهم يتوخون أيضا الحذر والدقة في تصويب هذه الأهداف، وأبدا لا يتقصدوا إصابة المدنيين ولم يضربوا المدنيين. النظام هو من يقوم بالتترس بالمدنيين ويستعملهم كدروع بشرية، وهو الذي يريد تشويه سمعة الثوار وإلصاق بهم تهمة ارتكاب جرائم حرب، علما من يقوم باستعمال البراميل المتفجرة الغبية معروف من هو، هو النظام، ومن يقوم بقتل المدنيين أيضا معروف من هو. أخي أحمد، ولا بد أن أشير إلى البيان الذي كان قد أصدرته غرفة عمليات فتح حلب قبل مدة، والتي أشارت فيها إلى أن
النظام إذا استمر في قصفه لأحياء مدينة حلب المحررة وهو وروسيا بالغارات الجوية العنقودية والفراغية والبراميل المتفجرة، فإنه سوف يقوم بقصف السكنات والمناطق العسكرية التابعة له. وأيضا ما صدر من بيان البارحة من قبل الفوج الأول بأنه قام باستهداف 7 أماكن لسكنات عسكرية سماها بالاسم، وطلب من المدنيين الابتعاد قدر الإمكان عن هذه السكنات والحواجز. وأيضا أشار إلى أن هذه العمليات ردا على ما يقوم به النظام من قصف متعمد وقتل وتهجير المدنيين في أحياء المدينة المحررة. شكرا لك. الخبر من في جملة وتفصيلا. أشكرك جزيل الشكر مصطفى عبد الله مدير مكتب حلب اليوم، كنت معنا عبر سكايب.